أعرب سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن اعتزاز سموه بالجهود المبذولة في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والتي تأتي انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى والواردة في ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تأتي ضمن المشروع الإصلاحي لجلالته، والتي تحظى بدعم واهتمام سمو رئيس الوزراء ومساندة ورعاية سمو ولي العهد. أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة في تصريح له بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي وافق 4 فبراير التزام مملكة البحرين في مواجهة التحديات البيئية بما يحقق بيئة آمنة ومستدامة ويعزز من مكانة المملكة إقليميا ودوليا، مشيرا سمو إلى أن المجلس الأعلى للبيئة اختار شعار هذا العام تحت عنوان لنحمي بيئتنا من البلاستيك، والذي يأتي إيمانا من المجلس بخطورة المواد البلاستيكية على البيئة البرية والبحرية، كذلك انطلاقا من رؤية المجلس الداعية للحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة. نوه سموه أن المجلس الأعلى للبيئة عمد على إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة المخلفات البلاستيكية والحد من استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للاسترداد وذات الاستخدام المفرد، وشجع الجهات المعنية بالبيئة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض استهلاك البلاستيك. أشار سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى أن مملكة البحرين بدأت خطوات عملية بشأن الحد من تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية، وذلك من خلال إصدار التشريعات القانونية اللازمة. وأوضح سموه أن مملكة البحرين ماضية نحو تقنين استخدام المنتجات البلاستيكية في السوق المحلي في المستقبل القريب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مؤكدا سموه أن كل ما تحقق في هذا المجال هو ثمرة توجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال قرار اللجنة التنسيقية والقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المتعلقة بهذا الشأن. قال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إن المجلس الأعلى للبيئة يتطلع لتنفيذ العديد من الإنجازات خلال العام 2019 كمشروع خفض إنتاج المخلفات والتدقيق البيئي على الشركات وتطوير الدور الرقابي على المنشآت الصناعية والخدمية ورصد جودة الأوساط البيئية في مختلف محافظات المملكة، إضافة لعدد من المشاريع الهامة التي تهدف لتأهيل عدد من المناطق ذات الحساسية البيئية والتي تستقطب العديد من الأنواع المحلية والمستوطنات ذات الأهمية الإقليمية والعالمية، كمشروع إعادة تأهيل بيئة نبات القرم في خليج توبلي ومشروع زيادة تكاثر طائر الحباري المهدد بالانقراض عالميا، إلى جانب عدد من الخطط والمبادرات الهادفة لوضع إطار نموذجي لتعزيز وتطوير سبل إدارة المحميات الطبيعية في مملكة البحرين. بهذه المناسبة الوطنية الهامة أعرب سمو عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو المجلس والجهاز التنفيذي بالمجلس الأعلى للبيئة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات البيئية.